السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون احوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وسلم تسليما كثيرا. سمحوا لي البنات، بزاف البنات كيصيفطوا لي في الخاص بغينا كوثر وصفات. انا ان شاء الله بديت تنجرب شي وصفات جداد، ان شاء الله الا لقيت عليهم النتيجة ضروري غادي نتقاسم معكم اي وصفه لقيت عليها النتيجه البنات. داكشي علاش تعطلت عليكم شويه في الوصفات. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه بزاف، يعني لهاد القشور هذا ديال الليمون. كما كتشوفوا معايا القشور ديال الليمون اغلبيتنا حنايا كنعصروا مثلا العصير فحال هكا في العصاره هذه، ولا كنطحنوه وكنرميوهم يعني في الزبد، ما كنلقاوش ما نديرو بيهم. وهاد الفكره ديال اليوم شفتها في واحد القناه التركيه وعجبتني، وبغيت نتقاسمها معكم باش حتى هكا نتوما تستافدوا منها وما تبقاوش ترميو هاد القشور ديال الليمون. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوا في القناه ديالي، الضغط على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش تواصلوا باي جديد حطيت لكم في القناه. ونخليكم مع الفيديو. دابا هنا كما كتشوفوا معايا خديت واحد الليمونه ونص، كان عندي واحد النص كليته وبقى لي النص وما بغيتش نضيعه. شديت هاد الليمونه ونص كما كتشوفوا، عصرتهم في هاد العصاره هادي، هاد العصاره اليدويه، وحيدت منهم داك اللب ديالهم اللي كيبقى هنايا. وغادي تشوفوا معايا مازال شنو غادي ندير بهم. هاد العصير هذا حتى هو غادي نحتاجوه، المهم غادي نحطوه على جنب وغادي نوريكم شنو غادي نديرو دابا. المهم كما كتشوفوا كناخذوا قشور البرتقال. حنا في المغرب كنقولوا الليمون، ولكن الدول الاخرى تيقولوا البرتقال. داكشي علاش غادي نقول في هذا الفيديو هذا البرتقال، باش كاع يعني كاع البنات يفهموني وكاع النساء اللي كيتفرجوا فيه يفهموا علاش كنهضر. المهم كتاخذوا كتقطعوه بهذه الطريقه هذه، كنحي ليه هذه القشره البيضاء، كنحيها ليه بهذه الطريقه هذه. خصكم تاخدو ضروري شي موس يكون ماضي يعني باش تسهل عليكم العمليه. هانتوما كما كتشوفوا كنزول كاع القشره وكنبقى مستمره بنفس العمليه، كنقطع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا كاع هاد القشور اللي عندي، ونحيد ليهم هاد القشره اللي كتكون لداخل، ونعاود نتلاقى معكم. تمام، اللي قشرت حيدت هذيك القشره البيضاء اللي قلت لكم. علاش حيدناها؟ لحقاش كتبقى فيها داك الطعم ديال المروره، وحنا ما بغيناش يبقى لينا الطعم ديال المروره في هاد القشور هادو. كما شفتوا معايا هكا كيجي الشكل ديالهم. كنبدا ندير فحال الرولي، كندورهم فحال هكا. هانتوما هنايا شديت هنا عندي البرا والخيط كما كتشوفوا، هنا البرا والخيط هنا. الا كان عندكم شي خيط يكون يعني يكون غليظ ديرو، هنا ما عنديش انايا، درت غير خيط رقيق وضعفته على جوج، درتو على جوج المرات كما كتشوفوا. خديت درت فيه البرا وعقدتو من هنايا كما كتشوفوا معايا، درت ليه العقده من هنا وخليته في واحد قطيره ديال الجافيل، باش اي حاجه كاينه في الخيط ولا هاد البره هادي كتحيد بهاد الجافيل هذا. دابا غادي نشلها بالماء وغادي نجيبها نوريكم شنو غادي ندير بها. غادي ناخذ البره ديالي والخيط وكنبدا ندير هاد العملية هادي كما كتشوفو. هنا في الأول غادي نعقدها من هنا باش ما تحلش ليا هاكا كما كتشوفو. غادي ندير تانية
هنا كما كتشوفوا معايا ملي درتهم كاملين في الخيط ودورتهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، انا هنا درت كميه قليله. نتوما الا بغيتوا تكثروا كثروا، تقدروا ديروا حتى القشور ديال 4 ديال الليمونات. هنا كما كتشوفوا كما قلت لكم انا درت غير ليمونه واحده متوسطه ونص ونص ليمونه. هنا جمعتهم على شكل دائره كما كتشوفوا بحال هذه الطريقه هذه. دخلت الخيط من هذه الاخرانيه اللي كنت عقدتها معكم في الاول، دخلت فيها ثاني الخيط من هنا، غادي ندخله ثاني من هنايا باش بحال هكا يعني تصير ليا ما يتحلش ليا. غادي نربطه. هانتوما كما كتشوفوا معايا ملي ربطته هنايا، هنايا خديت هاد الجبانية هادي عمرتها بالماء بارد، غادي ندير فيها هاد قشورة الليمون ولا البرتقال. غادي نخليهم في هاد الماء هذا مدة 24 ساعة يعني ولا ليلة كاملة، وعاد غادي نخدمو بيهم. هنا كما كتشوفوا معايا ملي خليت هاد القشور هذا مدة ليلة كاملة كما قلت لكم، غادي ناخدهم دابا. غادي نحيد ليهم هاد الماء ديالهم. غادي ناخد هنا كسرونه، غادي نحطهم هنا، غادي ندير عليهم الماء اللي يغطيهم ليا كاملين يعني ما يبقاش يعني مابقاوش باينين. غنغطيهم الماء، غادي نزيد مثلا شويه. صافي غادي نردو دابا فوق البوطه، غادي نخليه فوق البوطه حتى يبدا يتغلى وطفي عليه. هانتوما كما كتشوفوا معايا ملي كيبدا يتغلى بحال هكا كتحسبوا عليه جوج دقائق وكتطفيو عليه. هانتوما كما كتشوفوا طفيت عليه. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما صفيتو في الماء ها هو، غادي نزول دابا هاد الماء هذا وغادي نرد الكسرونه ثاني ما خور يكون بارد، وغنرد ليه هاد القشور الليمون ونردو ثاني حتى يتغلى ونحسب عليه جوج دقائق ونطفي عليه. كتبقاو مستمرين بنفس العمليه 4 المرات. المهم انا ان شاء الله ملي نسالي 4 المرات غادي نعاود نتلاقى معكم باش تشوفوني شنو غادي ندير. غادي هنا ها هي الكسرونه ديالي كما كتشوفوا عمرتها بالماء بارد، غنرد ليها قشور ديال الليمون وغادي نحطو فوق البوطه ثاني حتى يتغلى. هذه ثاني مره كنبقى مستمرة كما قلت لكم بنفس العملية 4 ديال الخطرات. كما كتشوفوا معايا من بعد ما درنا 4 ديال الغليات لهاد القشور ديال البرتقال، دابا غادي نوريكم شنو غادي نديرو. هنا البنات هنا تعمدت انني ندير كمية قليلة غير باش نوريكم الطريقة، نتوما الا بغيتو ديرو بزاف يمكنكم ديرو بزاف. هنا غادي نردهم الكسرونه كما كتشوفوا معايا، نتمنى ان كلشي يبان لكم. هنايا عندي هنا عندي كما كتشوفوا هنا عندي كاس سكر سنيده، هنا درت كاس سكر سنيده بحجم لهذا الحجم هذا كاس العنبه لهاد الكميه هذه. انا درت غير واحد شويه، ثم الا درتو بزاف يعني هاد الدواره هادي درتوها كبيره بزاف ديروا جوج كيسان ديال 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 العنبه ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. هنا عندي الليمون اللي عصرت قبيله وريت لكم، هذا هو الليمون اللي خرج ليا منه، غادي نديرو حتى هو. وهنايا عندي نص كاس ديال الماء، ما ديال روبيني ما عادي بارد ديال الماء. غادي ندير سكر سنيدة وغادي ندير نص كاس ديال الماء، عصير برتقال، وغادي نرد كلشي فوق البوطة حتى يبدا يعني يدوب ليا السكر، عاد غادي نزيدو قشور ديال الليمون ولا البرتقال.
انا كيما كتشوفوا معايا رديت كلشي فوق البوطه وكنحرك بحال هكا ملعقه خشبيه باش يعني نعاون داك السكر باش يذوب ليا كيما كتشوفوا معايا. ملي كيتغلى كيما كتشوفوا معايا هانتوما ملي كتشوفوا بحال هكا كيطلعوا فقاعات، غادي ناخذ شوره الليمون ديالي غادي نزيدهم غادي نزيدهم بهذا الشكل هذا وغادي نخليه حتى يبدا يعني حتى يبدا يبان لكم بحال الشكل ديال العسل كيبدا يتعسل وغادي نطفي عليه. يعني كل مرة خذوا هاد الماء هذا ديروا ليه بحال هكا هزوا وشوفوا يعني الا بدا يتعسل ويلصق لكم يعني في الأداة باش كتحركوا عرفوا راسه خصكم تخيو عليه. فانا غادي نبقى مقابله حتى يوصل للمرحلة اللي قلت لكم نعاود نتلاقى معكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا بدا يتعسل كما كتشوفوا معايا كيجي معسل. غادي نزول هاد القشور كما كتشوفوا هما جاو معسلين غادي نحطهم هنا. وبالنسبه لهاد هاد السيروم هذا اللي كيبقى كديروه مثلا كتسقيو به البسكوي اللي كتصايب اللي غتصاوب مثلا لاجينواز كتسقيو به الكيكه ديروا بزاف بزاف الاستعمالات تقدروا ديروا بهم هاد يعني هاد السيرو هذا ما تضيعوش. غادي نخليه حتى يبرد واحد شويه عاد غادي نحيد ليه هاد الخيط هذا كما كتشوفوا معايا. هانتوما كما كتشوفوا ملي حيدت ليهم داك الخيط هكا كيكون الشكل ديالهم. بالنسبه لهاد الفكره هادي هاد القشور هذا راه تقدروا الناس تاكلوهم بحال هكا ولا تزوقوا بهم شي طورته درتوها ولا شي كيكه درتوها راه المذاق ديالهم كيجي زوين بزاف وما كيبقاش فيهم نهائيا داك الطعم ديال المروره. الليمون فين كيكونوا في هاد القشور كيجيو معسلين وزوين على البنات وزوينين بزاف بزاف في المذاق. انا درتهم كما كتشوفوا درت هنا هاد الكميه هادي باش نوريكم وان شاء الله غادي تشوفوا معايا في القناه غادي نصايب ان شاء الله واحد التورته وكنتمنى هاد المره ننجح فيها. واحد التورته عندي واحد المناسبه غادي نصايب واحد التورته وغادي نزوقها بهاد كما شفتوا معايا بهاد القشور هذا ديال الليمون المعسلين من الفوق. ان شاء الله غير تابعوني في القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش تحال هكا الى لحقت شي فيديو يوصلكم الاشعار ديال الفيديو. معكم وحده نشوف المذاق ديالها كيفاش كيجي. بسم الله ما كتحسوش غير براسكم راه كتاكلوا القشور ديال الليمون نهائيا طعم زوين بزاف بالخصوص الا كنتو قلت لكم زوقتو بها شي كيكه ولا شي تورته كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا انا هنا درت في هذه القرعه هذه ديال الزاج وغادي نديرو عندي في الثلاجه. راه تقدروا البنات راه تقدروا تاخذوه حتى بحال شكل مربى ولا كوفيتير تفطروا به بحال هكا راه كيجي المذاق ديالو زوين بزاف وكنصحكم صراحه تجربوا هذه الطريقه هذه. بالنسبه ليا انا غادي نديروا لهذيك التورته اللي قلت لكم ان شاء الله نوجدها معكم الى كتاب. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تستافدوا من هذه الفكره هذه اللي عطيتكم في هذا الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو وانا يعني انا تحت الطلب ديالكم اي حاجه سولتيني عليها راه كنجاوب على كاع التعاليق. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. خليت لكم الراحه. بسلام عليكم.